مرحبا بأوفياء قناة حنبعر. رمضان كريم، في المسامح كريم، حلقة جديدة، حلقة اليوم متميزة جدا. الضيف اللي استدعيناه كان شاهد على المنعرج الخطير والحاسم، منعرج 14 في ضيفنا اليوم سي محمد الغنوشي، الوزير الأول الأسبق. إكرام، هل حل الضيف بيننا أم لا؟ إكرام، وطي صوتك يا سي عبد الرزاق، الراجل يصلي في العصر. شنو حلوة يا أخي محمد يصلي هو ولا شنو؟ دورها توس لا باش يسلكها وبرا. لا عاد سي محمد معروف عليه من قبل مواظب على صلاته، ربما خبى عليك خايف على روحه. لا لا ما فيها شيء، شنو المشكل؟ انا بيدي كنت اصلي في المناسبات، في الاعياد، في المولد، والله حق وقالي حق وقالي، راني هزيت معايا عمره وبرا. يتقبل الله سي محمد. عبد الرزاق ضيفنا كمل صلاته وجاهز لدخول البلاتو. إذن بتصفيق كبير منكم نستقبله الوزير الأول الأخير في عهد بن علي الأول بعد الثورة، سي محمد غنوشي. مرحبا سي محمد، تقبل الله وشكرا على تلبية الدعوة. مني ومنك الأعمال الصالحة، وأنا بصراحة قدر فيك سي عبد الرزاق واقدر فيك رجل طيب باعث القناة، هذاك على جيت. أهلا أهلا بالرئيس الزنتابل، شنو ما شديتش حتى نهارين، طلعت سلعة شنو فاس وشي ما تصلح. حلوة يا سلي. احترم روحك من فضلك يا سيد. أنا على كل حال نحمد ربي لاني مخلوع ولاني هارب ولاني فار. يا مجنون تعمل عاد فك الماكينات الحجامه نتاع سوق ليبيا هذوكم، حاج ملوح. احترم روحك. وعيط لي سيد الرئيس نبداش، شديت الرئاسه دقيق نتسمى رئيس. حاضر حاضر سيد الرئيس المفجوع. يا رسول الله، توا 50 سنه شدوها زوز رؤساء، وفي عام الدولة عليها 5 رؤساء. لا واللي فاتك اغرب، توا 3 ببعضهم متحاملين فيها وما نجموهاش. تشنية طلعت صعيبة للدرجة الحكاية. تمهم المصايب اللي خليتها وراك يا سيد الزميل المخلوع. تو يعجبكش يا عبد الرزاق، يعجبكش تو جيت طالب وليت مطلوب، اضربني وبكاس بقني وشكع، هذه هي عاد بالضبط. انا خليتكم تحكيوا مع بعضكم على راحتكم، ولكن يظهر لي الاعصاب تشنجت والامور دخلت بعضها. شوية هدوء بربي عايشكم، هو رئيس واحد يجوجم، خلي أنا قدامي زوز. قل لي يا بن علي، توا أنت هربت وخليت الراجل واحد، توا تلوم عليه؟ مش معقول. بربي عندي سؤال خطير، أول مرة تهرب أنت وتخلي البلاد واحلة؟ لا حلوة أول مرة ذي، لا 7 مرة هربت. طب هذا سؤال يا رسول الله، أنا مشيت في عمرة، مشيت لبيت ربي وفي بالي راجع. يا أخي الرئيس هذا الجوتابل داروا بيه ترحتوس القلال وأمثاله، وعملوا له لفاس سربوه وخلاوه هكا فبني يهز ويصمت. لا ونصب روحه رئيس وحب ينحيل بلاستي. تبقى للفصل 56، الناس كل يعرفوني، ما عنديش تكمبين، مخي نظيف وما عندي حد شيء. أيوة قلتش حاجة لتو تسمع فيها عبد الرزاق، قالك مخه نظيف معناه عملوا له لفاس سربوه ما عنده شيء في مخه. يا ولدي مش صحيح، القلال وغيره ما عندهم حتى دخل. الله يرحم والدينك الرجل الطيب الوطني الغيور اللي تحمل وحده المسؤولية واستدعاني للقصر وحطني رئيس طبق الفصل 56 للدستور التونسي، باش ما يصيرش فراغ سياسي وتدخل البلاد في متاهات خطيرة. الفضل كل يرجع للسيد السيك سالم.
لا عاد هذه اللي غالب عليك خويا محمد مشيت انت يا ولد ايش مدخل الشيخ ساك انت مو جوار هذا كلام على سبيرونز ولا مشكول والله سخفت يا محمد والله لا حول ولا قوة الا بالله حتى الكوادر متاعنا الكبار ما يعرفهمش والله عيب صاحب الفضل هو العقيد سامي سيك سالم مدير الامن الرئاسي طوالا ما نعرفش الكوادر ولا هو تو تسمع عبد الرزاق مدير الامن الرئاسي الناس كل تعرف هو سورياتي شو تخلويه هذا من الوحيد شو تابع شو يعمل كيف وبرا يا بن علي نتناقش بتحذر من فضلك شوية تحذر شوية احترام سي محمد على الاقل احترمه لسنه يا ولدي اما سنه اما سنه نزيد عليه بسبع سنوات انا في حقه عيط لي عم الزين قال له الشيخ ساك مدير امن وين في الكوت ديفوار ولا في السنغال ولا وين الحكايه هذه بن علي نذكرك اللي مش هذا موضوعنا احنا اليوم استدعينا السي محمد كشاهد على ما حدث قبل الثوره تفضل بن علي علاش تحب تشاهد يا محمد حلفتك بالله اك زويز هذوكم اللي قالوا بيا غلطوني ولا ما غلطونيش والله يا عبد الرزاق ولدي كنت نمشي نص ساعة للقصر يا ولدي عملني ديكور هذه هي الحكاية لا سمحني عاد سي محمد على الأقل كانت عندك مسؤولية في ميدان الاقتصاد أما اقتصاد ولدي عبد الرزاق أما اقتصاد أنا كنت اقتي بلاش صاد الصاد الحقانية أكل مستشار الاقتصادي متاعو سي المنجي سفرة علاش يا محمد الراجل تو مخبيه سنين ومنين فضحتنا زايد الجوتابل يقعد ديما الجوتابل وكوا معلومة خطيرة وشخصية خفية تظهر في الأفق شكون سي محمد سي المنجي سفرة هذا شكين دوره بالضبط شوف وليدي أنا كبرت ومعاش نتحمل الضغط خرجت من السياسة وشديت داري وكفيت خيري وشري وزيد وليدي المغرب قريب يذن خل نمشي نصلي على رويحتي خليه سي محمد يمشي يقضي الفرض واحنا نتقابلوا في الحلقة القادمة من المسامح كريم اللي باش نحاولوا نستدعوا فيها سي المنجي سفرة نتعرفوا على هالشخصية الخفية السرية إلى اللقاء وتصبحونا على خير